هذا المخيم بحس انه كثير مهم من ناحيه انه بمثابه توعيه كبيره للطلاب اللي هن بعاد عن هاي الامور. We know that there is in this country a minority, there is Arab minority. So through the mutual understanding, through empowering this minority, we hope for a better future for not only for the minority itself, but the entire Israeli population. الحديث على مخيم اللي تنعطى فيه الفرصة لطالب وطالبة القانون العرب إنه يقدروا يسمعوا ويمارسوا المهنة ولو سماعا وثقافة. ليش ما تعلمش بلغتك؟ ليش يعني ليش مش أنا لازم أقعد على محاضرة وأسمع محاضرة؟ ليش مش ما أنا بدي أعطي ردة فعل؟ ليش أنا لازم أقعد بالعبري مش بلغتي؟ توقعاتي من هذا المخيم إذا يعني إذا دخلنا فيه في هذا المجال يعني الإثراء اللي قد تعطيه عدالة أو قد يعني تمليه عدالة في بمكان التعليم أو الأدوات اللي ممكن أن تعطيها الجامعة الإسرائيلية للطالب العربي يعني هي يعني لا تعطي هذه الأدوات ما قد يعني نتوقع من عدالة أن تعطي هذا الجانب اللي ممكن تمليه عند الطالب العربي في التعامل مع القانون واستخدام القانون من خلال مجال حقوق الإنسان في التعامل مع قضايا الأقلية العربية الفلسطينية. عمليا من خلال المحاضرات اللي أخذناها في المخيم على مدار 3 أيام في نافي شالوم أعطتنا طرق ووسائل لمواجهة الطرف الآخر أو مواجهة الفرد الآخر في مجتمعنا. خلينا نعرف من خلالها قديش أهميتنا كوجودنا في داخل إسرائيل، وأيضا إنه ناخذ فكرة معينة كيفية مواجهة مشاكلنا عمل حقوق الإنسان. كيف تعرف إنه القانون بيقول إنه كل فرد في له حق في المعيشة وأنا في احترام. فأنا بتوقع من المحاضرات اللي أخذناها على مدار 3 أيام أعطتنا طرق للحل وطرق للمواجهة وكيفية التعامل في المحاكم. What excited me personally is connecting with the Palestinians of 48. We don't get much opportunity to Palestinians from both sides, let's say, of the wall, to get together and share experiences, talk about common issues. The issue of identity and preserving the identity, developing the identity, is something that is very, it is common. It's just creating a common experience. You know, something that these people who live in Yafa, Haifa, with all the problems they face, to connect or to identify with our problems and create a common imaginary. وانا اذا بدي احكي اليوم عن الجدار ما بدي احكي عن الجدار كجدار منفصل عن شو بصير من استهداف للشعب الفلسطيني بكافه اصنافه وبكافه وفي كافه اماكن تواجده. طلعت بمعلومات جديدة وبأفكار جديدة وحتى بشعور جديد لشو أنا ومين أنا وأنا كمحامية. يعني هل أنا كمحامية هدفي إنه أنا يكون عندي نجاح بس مالي يعني، ولا إنه أنا كمحامية لإني أنا هون عشان أدافع عن قضية الإشي آخر. شعرت بعد اليوم بعد محاضرات اليوم قديش لازم اجدد نشاطي الدراسي الثقافي للطالب
القانون العربي لازم نشتغل عليه. المحاضرات اللي انوجدت في المخيم هي محاضرة كونها محاضرات جدا ثرية وجدا غنية من قبل ناس اللي هن بحددوا الأجندة في مجال حقوق الإنسان. أنا ببعض حق إن الدول كل واحد بالحاكم وكل واحد أطلق رصاصه وكل واحد أعطاه أمر بالحاكم. كيف رح يساعدني لقدام؟ أنا يعني كثير أنا نظرتي المستقبلية لحالي إني أشتغل في المنظمة لحقوق الإنسان. عملياً أجل المخيم فرصتي إني أكون بالمخيم من أجل هي اللي تكمل هاي المسيرة اللي أنا ببلش فيها يعني من قبل ليش اللي أنا بعمله.